يعني ناس كتير قوي لما بتتفرج على الفنانة يسرا مثلا في الكليب الأخراني، ودورولنا على الكليب الأخراني ده بتاع 3 دقايق ده، منتهى المرح، وناس كتير كانت تهاجمها تقول لك ازاي ست في السن ده ترقص كده انا بشوف في يسرا في كل تصرفاتها وحركاتها وكده حب للحياة. عمرها ما هتبقى ست عجوزة، وعمرها ما هتبقى ست كبيرة في السن. ولاقي بقى ستات رشانات قاعدة تقول لك انت عارفة دي كانت اول فيلم طلعت فيه فيلم ايه؟ تعرف هي عندها كام سنة؟ عندها يا ستي 900 سنة، بس اصغر مني ومنك بقلبها وبحبها للحياة وبحبها للناس اللي حواليها، وباين قوي على وشها وعلى شكلها وعلى طريقتها، عمرها ما هتعجز. تفتكروا ان يسرا مثلا ما عندهاش مشاكل؟ لا اكيد عندها مشاكل، وحصل لها مشاكل كتير قوي، ولم ترزق باولاد وحصل لها مشاكل أليمة يعني، ولكن في الاخر رضيت وحبت الحياة واستمرت، وشكرا ربنا موفقها لغاية دلوقتي. هو بيبقى نوع من الإيمان جدا، حب الحياة ده، إن طول ما الواحد بيتنفس طول ما هو هيقدر يحقق